فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يستقبل بالقصر الرئاسي كل من الأمين العام للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية السيد أحمد اللامي ووزير العدل وحقوق الإنسان لدولة الكونغو برازافيل. سلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد تعرض نتائج عملية التدقيق 11 التي قامت بها السلطة حول نوعية خدمات البيانات والصوت المقدمة من قبل شركات الهواتف النقال. مؤسسة القلب الكبير تنظم ورشة تدريبية لصالح معلمين حول صحة الإنجاب بإقليم جيرا. النشرة الرئيسية من الفضائية التالية، أهلا وسهلا بكم. استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو كل من الأمين العام للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية السيد أحمد اللامي ووزير العدل وحقوق الإنسان بدولة الكونغو برازافيل. عثمان عبد الغني. المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية من أجل تنمية المنطقة من خلال التعاون والأمل في المجال الاقتصادي التجاري المالي التعليمي والبنية التحتية ورد الطرق البرية وفتح المجال للمواطنين للتنقل بكل حرية وسهولة في أراضي الدول الأعضاء في هذه المنظمة الإفريقية. في ذات الإطار التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمكتبه مع السيد أحمد اللامي الأمين العام للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية، وتناول معه مختلف المواضيع المتعلقة بالمجموعة خاصة التي ستسهم في تقدم وتنمية المنطقة الإفريقية. خلال هذه المقابلة قدم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للسفير أحمد اللامي العديد من الوصايا والإرشادات التي ستساعده أكثر في عمله من أجل رفاهية شعب دول إفريقيا المركزية. انتهزت الفرصة لأشكره بمساندته. هسه أنا عندي تقريباً 4 سنين، فضل لي 2 سنين، محتاج لتوجيهات، يديني توجيهات ووصيات لننجح في 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 مهمتي. وأنا الآن أطلع فرحان لأن الرئيس بدأ من جديد مساندته، وأطلع فرحان لأستمر مهمتي على رأس مجموعة سياسي. بهذه العبارات يغادر الأمين العام للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية القصر الرئاسي. أما المقابلة الثانية تدخل في إطار التعاون الدولي الأفريقي الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره، لا سيما بين الدولتين تشاد والكونغو برازافيل فيما يتعلق بالتعاون القضائي وحقوق الإنسان. في هذا الشأن استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو السيد إيمي والفريد وزير العدل وحقوق الإنسان لدولة الكونغو برفقة أدت من مساعديه. خلال هذه المقابلة قدم السيد والفريد رسالة الرئيس دينيس سينغيسو إلى نظيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، والتي تتعلق بالتعاون القائم بين البلدين في مختلف القضايا المهمة المشتركة. وركزت الرسالة أيضا حول العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وديني ساسون جيسو وبين الشعبين. المسؤول الكونغولي عقب خروجه من المقابلة صرح بأنه مسرور من هذا اللقاء ووصفه بالناجح والمفيد للجانبين، وقال ناقشت مع رئيس الجمهورية في القضايا التي تخص الحكومة التشادية والكونغولية من أجل تبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بالعدل والقضاء وحقوق الإنسان.